جمعنا جروب بزنس، تعرفنا على بعض في معرفة عادية يعني، ما كان في بين أي علاقات. بعد كده أنا كان عندي جروب كان باسم ودحين صار باسمه يونيك كوميونيتي، فجمعت نخبة من سيدات ورجال الأعمال في المجتمع، وبدأنا حجز تنفيذي، كرسي، غير رحلة، بدل رحلة، بدأنا زي كده. الجروب كان يجتمع تقريبا مرة في الشهر. أول مرة تعرفت عليه شخصيا أو شفته شخصيا كان في جمعة افتتاح مطعم لصديق لنا، بس ما كان في أي كونكت بيني أنا وهو. بعد كده بدأنا نتكلم في الجروب للناس اللي موجودين، راح شكرتهم إنهم لبوا الدعوة وإنهم جو وإنه كده وكده. بدأنا نتكلم عن موضوع السيارات وما السيارات، وقبل حتى موضوع الرخص. قبل الرخص بفترة بسيطة. أيوة بفترة بسيطة بدأ يقول أنا هذه سيارتي، وكنت أقول أنا أحب دي السيارة، وكنا نتكلم على الجروب، وصار يقول لي طيب أسمعي أنا عندي دي سيارة أهديكي هي، طب تشتريها؟ طب وبدأ الموضوع موضوع سيارات. كان بيبحث عن زوجة ما تطفش من هوايته أو فاهمة في هذا الشيء، فكان بيقول لي أنا يعني كان هذه من سابع المستحيلات إنه ألاقي واحدة تفهم في سيارات أو عندها شغف سيارات أو تمشي حقتها الورشة أو تقعد تتفرج على قناة MBC أكشن، كانت برامج السيارات، اليوتيوب حقي كله سيارات وورش، وأتليست ما تطفش لما أفضل أسوي سيرش وأبحث وأتفرج على سيارات. أي فلقينا لقيت إنه في يعني ماتشنج في الاهتمام، فلقينا الاهتمام واحد. بدأت الحوارات بسيارات وسيارات وسيارات، ولقينا إنه مناسبين لبعض، فبدينا إنه والله هو يحب السيارات أنا أحب السيارات. اكتشفت إنه أو هو اكتشف إنه في مرأة في الدنيا هذه ممكن تمشي مع اهتماماته. يعني لما يجي الرجل كل اهتماماته سيارات ورش، يعني تمشي حقتنا، نركب السيارة، نتفرج على أشياء في السيارات، نتكلم على أشياء في السيارات، قطع السيارات، المطب، الحفرة، الجرح اللي في السيارة. مو كل زوجة يعني في الزمن هذا بالذات، إنه بالذات في السعودية ما في بنات كتير، يعني ما في بنات عندهم خبرة في السيارات. يعني حتى السيدات اللي عندهم رخص من برا مجرد إن أخذت رخصة وساقت، بس ما في شغف اللي أنا عندي. فإنه قال لي أنا يعني معجب يعني غير بشخصيتك وبهذا الشيء، إنه أنت ممكن تكوني شريكة حياتي وما حتطفشي من اهتمامي. ففعلا ترى احنا لما يعني كذا نبغى نتمشى ما اقول له روح مطعم ولا شموع ولا مطعم ولا مول ولا اي شيء، اقول له اسمع ولا نطلع اسفان ولا اي حاجه، اسفان نشغل السياره ونروح ورشه ممكن نمتر جدا يعني بالزبط. رايحين جايين 3-4 مرات واحنا مستمتعين، ميوزك شغاله، ماشيين على مهلنا، نتفرج على السياره دي، ننزل المعرض هذا، ندخل على اليوتيوب نتفرج، نشوف الناس اللي برا ايش بتعدل في سياراتها، ايش التطور اللي بيصير في عالم السيارات، أنا أسأله هو يسألني. عندي خالي كان يحب السيارات، كان يجيب السيارات يفككها في البيت، كنت أستنى ذاك اليوم أكلمه هاي خالي جبت السيارة؟ أيوة جبت السيارة، يلا أنا جيتك. أولاد خالي نفس الشيء، عندهم هوايات في السيارات، بس الهواية اللي هي المحسوسة، ميكانيكا، فكك سيارة، ركب سيارة، كنت أقعد أتفرج عليه، أسأله كيف، أمسك مع المفك، أحط الزيت هنا، لا هذا كده، فاكتسبت الموضوع ده كده. غير كده إحنا كعيلة إحنا من أوائل الناس المعروفين كنا بمعرض السيارات، معرض الحنبزازة، كانوا يعدلوا حتى السيارات، فأي سيارة كانت تطلع من المعرض كانت معروفة إنه هذه سيارة حنبزازة. فأعتقد إنه جينات، لقيت إنه إحنا هنا ما كان في حرمة سوق سيارة، لقيت الدول اللي برا، يعني كنت أصيف في مصر، في لبنان، في دول أوروبية خارجية، بس أغلب وقتي كنا في لبنان، فلقيت الشعب اللبناني أقرب لقلبي إنه ممكن يعلموني سواقة. فأول ما كنا نطلع الإجازة أروح على مدرسة القيادة أقدم وأبدأ أتدرب 3 شهور الإجازة اللي أنا فيها هناك، لأن القيادة في لبنان شوية صعبة، بس فادتني إنه في جبل، في تلج، في غابة، في صحراء، في كل مكان، في الشارع، في إشارة، ما في إشارة، فتعلمت كل التكنيك الصحيح حق القيادة، حتى إنه سيارتي كانت سيارة عادية، حتى ما هي أوتوماتيك. أول ما صار عمري 18 سنة قلت لهم يلا بسرعة اختبار وأخذ الرخصة، فأخذت الرخصة من أول مرة. الشغف اللي عندي بالسيارات مختلف نوعاً ما من معظم
المجتمع حق السيارات. أحب أدور على السيارة النادرة، مو شرط تكون كلاسيك قديمة. أنا عندي سيارتين من يعني من السيارات النادرة في العالم. سبيشال اديشن. الناس ما يعرفوها كثير، تلاقي التصنيع حقها كان ليميتد. بغض النظر هي سيارة خارقة ولا سيارة عادية. وأنا عندي نفس الحكاية، أحب أقتني الأشياء اللي ما هي عند ناس كثير، اللي منها حاجات مميزة. فحتى سيارتي أنا الثالثة، أو إحنا أنا وعمر سياراتنا مع بعض، حتى لما يجيب مخالف على فكرة يأتي جالي أقول له طب مين فينا اللي سايق السيارة؟ نرجع للهستوري ونشوف مين فينا اللي كان يومته في الشارع. فسياراتنا مشتركة أنا وهو، فعلا كل السيارات اللي عندنا ما عدا سيارة البيت طبعا حقت الأولاد سبيشال أديشن، ما عاد في منها سيارات نادرة. يعني عندنا اثنين من الثلاثة سيارات اللي نحن نستخدمها ديسكونتينيود، ما عاد بتصنع منها ولا سيارتي على فكرة. يس ولا اكسيتو. الثلاثة سيارات الأساسية اللي عندنا ديسكونتينيود، ما عاد في تصنع. ما عاد في منها، وهي كلها سيارات سبورت على فكرة. فكرة اليوتيوب جاتني أو متى بدأت فيها؟ تقريبا من سنة، جولاي 21. يس تقريبا يعني عدينا سنة، جولاي 21. يس. سنة بالضبط. سنة وشهر. لاحظت يعني سواقة البنات في أخطاء مرة كثير، المجتمع اللي حوالي البنات اللي في الجروب نفسهم بيسألوا أسئلة محتاجين تثقيف مرة كثير. لقيت أني أنا على قنواتي في السوشيال ميديا، على السناب شات، على الانستغرام، على الواتساب، بيجيني استشارات مرة كثير. بفيد إن شاء الله بيها البنات، بياخدوا خبرة، بيتعلموا، بعلمها إيش هي سيارتها. فمن هنا انطلقت الفكرة. قلت له إيش رأيك نسوي برنامج؟ وكذا جاء الاسم على طول، لكي تقودي بأمان، لأنه الحوادث اللي بتصير في الشارع للأسف من البنات المبتدئات تزعل. يعني في النهاية هذه روح، في النهاية سيارة جديدة حرام. غير كذا الأشياء البسيطة اللي المفروض البنات يكونوا عارفينها ما هي موجودة عندهم كمعلومة. فمن هنا انطلقت الفكرة. حطينا الكاميرا، جبنا الإضاءة، كتبنا السيناريو، سوينا الإعداد، سجلت أول حلقة. شوفي أنا عندي خبرة وهو عنده خبرة، فلازم نقعد نتكلم مع بعض، نحط الأشياء والمعلومات. بدأنا بس بتعريف عن قطعة في السيارة، يعني فين مكان القطعة، كيف شكل القطعة، إيش هي القطعة، كيف تعرف إذا القطعة خربت، كيف تصلح القطعة. بدأ البرنامج يتطور، كل كم حلقة بيجيني فكرة. رجعت حطيت فقرة مشكلة وحلها. لو سألت لك مثلا كفر السيارة خرب معاك وانت، هذه مشكلة مؤقتة، كيف حتحليها لغاية ما توصل للبنشري. اتطورت الفكرة زيادة، زودت حلقة، يعني زودت فقرة في البرنامج اسمها ملاحظة ومعلومة. الشيء اللي أنا بلاحظه في الشارع بصوره بحطه، بديهم المعلومة الصحيحة. لقيت صدى مرة قوي في المجتمع السعودي والمجتمع الخارجي. أنا عندي متابعين من دول العالم، حتى أجانب. بدور على وجه إعلامي معروف أدخله معايا في نفس البرنامج بفكرة، يعني ببارت رابع عن البرنامج. يعني برنامج دحين مقسم ثلاثة أقسام، بفكر إني أحط بارت رابع في نفس البرنامج يطفي روح الفكاهة. بالنسبة لموضوع مضايقات أو انتقاد سلبي، للأمانة بسمع من هنا وبخرج من هنا، لسبب أنه أنا مؤمن بالشيء اللي أنا بأسويه. أنا مؤمن أنه ندى بتقدم محتوى بيتماشى مع الرؤية، بيتماشى مع المجتمع، بيتماشى مع التغييرات الحاصلة في الدولة وفي المناطق والدول المجاورة وفي العالم كله. يعني بدليل قيادة المرأة، أول ما صار الإعلان عنها في المملكة العربية السعودية العالم كله تكلم عنها، لدرجة في كذا صحيفة فرنسية، كذا صحيفة أماراتية، من الأردن، من مصر، من لبنان، من أكثر من دولة أتواصلوا معنا على أساس يبغوا يسووا انترفيو مع ندى. وندى نزلت لها مقالات في أكثر من دولة،
بأكثر من لغة، طبعاً بيتصير معاها باللغة الإنجليزية. حصلت أكثر من انترفيو عن طريق الاتصال المرئي. فأنا مؤمن أنه هذا الشيء رح يوصل، والحمد لله كان له صدى ووصل. فأي شخص بيحاول أنه يحبط أو يثبت عزيمتنا أنه نحن نوصل، تعداهمش ولا كأنه موجود. لقيت إنسان صراحة اهتماماته زي اهتماماتي، إنسان متفتح غير كده، فاهم إيش يعني زوجته في السوشيال ميديا، دعمني مرة كتير. بعد الله فضل نجاحي هو رجل في حياتي، الله يخلي لي ويخلي لي الأولاد إن شاء الله، والله لا يحرمنا من بعض ولا من دعمنا البعض.